جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. رسالة بعث بها من جدة المستمع وهيب عبد العزيز البارودي. الرسالة تضمن جمعا من الأسئلة، في أحدها يقول: هل ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث معناه إذا سمعتم صياح الديك فاستغفروا الله، أو ما معنى ذلك؟ جزاكم الله خيرا. نعم، ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أن المسلم إذا سمع صياح أذان الديك فإنه يقول أسأل الله من فضله، وقال صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا الديك فإنه ينبه للصلاة. أما غير ذلك من الدعاء غير مشروع، غير ما ورد به الدليل، وهو أن يقول أسأل الله من فضله.